يحكى أن مع إبراهيم جمال. يحكى أن الأمير أحمد بن طولون جلس يوما في بعض بساتينه وأحضر الطعام ومن يؤكله من خاصته، فرأى من بعيد سائلا في ثوب بسيط وحال سيئة، وهو جالس يتأمل البستان ومن فيه. فأخذ ابن طولون رغيفا فجعل عليه دجاجة وشواء لحم، وقطع فالوذجا كبيرة وغطاه برغيف آخر، ودفعه إلى أحد غلمانه وقال له: امضي إلى هذا السائل فسلمه إياه. وأقبل يراقب الغلام في تسليمه الرغيف وما يكون من الرجل، فلم يزل يتأمل الرجل ساعة ما مد فيها يده على الطعام، فأمر بإحضاره. فلما مثل بين يديه كلمه فأحسن الجواب ولم يضطرب من هيبة الأمير، فازداد شك ابن طولون وقال له مباغتا: هات الرسائل التي معك. فاضطرب الرجل واعترف بأنه جاسوس، وأن الكتب معه وضعها في مكان ما لم يحملها ليتدبر أمره في إيصالها، فوكل به أحدهم حتى مضى وأحضرت الكتب. فقال أحد الخاصة لابن طولون: أيها الأمير، إن لم تكن معرفتك بجاسوسية الرجل وحيا فهو سحر. فقال ابن طولون: لا والله يا هذا، ما هو وحي ولا سحر، ولكنه قياس صحيح. رأيت هذا الرجل على ما هو عليه من سوء الحال فأشفقت عليه، وعلمت أن مثله لا يصل إلى مثل ما بين أيدينا من الطعام، فأردت أن أسره بما أرسلته إليه، فما هش له وما مد يدا إليه، فنفر قلبي منه وقلت: هذا عينه ملأى وفي غنى عن هذا، هو جاسوس لا شك فيه. فأحضرته أحادثه، فازداد إنكاري لأمره لقوة قلبه واجتماع لبه، وأنه ليس عليه من شواهد الفقر ما يدل على فقره. يحكى أن مع إبراهيم جمال.